الو، مين معايا؟ أي معاك بيتر لوك بليو. ايوه بيتر، من اي دوله؟ أنا من جنوب السودان، طيب انت لاجئ في مصر؟ أنا لاجئ في مصر طيب سجلت في مفوضية امتى؟ 2015. 2015، حاليا 6 سنة صح؟ 6 سنة. ايوه. انت عايز شكوى في الراديو مبادرة الحقوق الجين الأفضل. ايوه، وانا عندي اطفال، انا وزوجتي واولادي 4. يعني انت عندك اسرة، اسرة كون كم نفر؟ كلنا كده 6. 6 فرد. اوكي 6 فرد تمام. بنشتكي ايه انه الشكوى المفروض، بتاعتك؟ تفضل قدم. ايوه، المفوضيه ما بيقدم لنا حاجه، وزوجتي كان وقع في حادث في 2019، عربية واحد خبطه في الشارع كسر رجله وكسر يده، ايوه يده اليمين ورجله اليمين، وده كان الزول الوحيد اللي بيشيل معي، زي ما نحن عارفين هنا في غربة ما في زول بساعد زول غير من البيت بتاعه. أنا يدي بقى واحد، أنا ما بدوني مساعدات ولا بينزل لي غذاءات ولا بينزل لي أي حاجة، حتى عيالي قاعدين في بيت طردوهم عشان ما نزل لهم قروش بتاع مدارس، قالوا لي عشان السنة اللي فاتت أنت ما أخدت، والسبب إنه أنا كنت في إجراءات مع مدام في المستشفى، وخطر خير منظمة اللي اسمها إنقاذ الطفولة، هم وقفوا معي، ده حقيقة نقوله، وقفوا في العملية ده، هم دفعوا قروش، لكن تاني بعد ذاك ما في أي حاجة ولا في زول تاني ظهر، وده أنا بقول لهم شكرا. طيب يا أخونا بيتر، يعني لا ما أي مساعدات ينزل عليكم من المكتب المفوضية؟ خالص خالص، ولا قروش البرد وكل الحاجات دي بنسمعها بس من الناس. هو مدام ده كان بيساعدني، بمشي يوميات وأنا بمشي يوميات، ده كان حاجة كويس، بقدر بساعد، وأنا يعني واحد شوية كده تعبان في اتجاه الشمال ده، فأنا هسه تعبان وبسأل يعني. يا انت اتصلت على مفوضية أنا كنت اتصلت انت بمفوضية منعت مساعدات؟ ومشيت وقابلتهم وجددت الكرت قريب ده، أنا والعيال، وأنا بكلمهم وكتبت لهم شكوى، وهم لكن قالك ايه؟ ما في رد، بيقول لي أمشي كرتاس كرتاس، بيقول أي بيت فوق الراجل ومرة ما بيدوم مساعدات، والناس مين كله بيقول لك بنزل لهم كده؟ مساعدة. ها؟ كاريتاس بيقول لك كده؟ ده ناس كرتاس. أنا حاولتهم كتير كتير شديد، وأنا هنا هسه بقيت تعبان، يعني أنا تعبان، والزول كان بيساعدني أهو ده مرة ده، هسه وضع بتاعه بقى صعب، حتى عيال بقى مرات بخافوا عشان ينزلوا في الشارع عشان خوفا انه ممكن حاجه دي يحصل، وزول الصدم مرة ده بعربيه جرى جارة ما ما فيش. هاي انت ما عملت بلاغ في شرطة؟ كله كان موجودين، هم الناس رفعوه في الشارع لا لإسعاف. لا، دقيقة، خلينا نركز في الكلام ده. انت نعم. كان الحادث، انت عارف العنوان، المكان اللي كان حادث مشاكل ايوه العربية اللي كبت فيه المدام بتاعتك، انت عارف ايوه عنوانه صح؟ عارف العنوان، يوم الحفل. لا العربية انا ما بعرفه، لا العنوان صدموا انت مش عارفه ولا مش عارف؟ المكان، انا عارفه مكان طيب انت كان لما تروح في قسم الشرطة تقدم شكوى، تقدم المهدر، لأن نعم كل شارع هنا في مصر في مراقب كاميرات بيجيب نعم العربية ويجيب الرقم العربية. يا ريت أيوة، يا انت ريت لما يا تعمل ريت لهم شكوى بيعملوا ده، هتجيب الزول ده، ما كان هتجيب الزول ده، ما يا فيش ريت مكان، ما فيش كاميرات هنا في مصر. حادث يا في ريت. أين المكان؟ حادث ده كان في اكتوبر، في اكتوبر في اين الشارع؟ مركز شيخ زايد، وكان مرة ده ماشي يوميا. ما مركز شيخ زايد دي كله ما فيها كاميرات، ما فيش مكان، ما فيش كاميرات. انت ما مكان حتى دلوقتي، انت من حقك تروح تعمل المحضر. ايوه ايوه تجيب بس المكان ده شغل بتاع شرطة. انا ايوه من جد حقك جد انت اي انا قلت بصراحه الكلام ده للمفوضية، والمفوضية قال لك ايه؟ ما في زول جاب خبر، ما في زول قال لي حاجه، هم بس
نقلونا من مسيفة يعني من عيادة بتاع الشيخ زايد عشان قالوا ده كان غالي، ودونا مسيفة اسمه السنابل. من النزلوك لإنقاذ الطفولة؟ هاي إنقاذ الطفولة. آه إنقاذ الطفولة عشان كانوا هم بيجوا تابعوا عيال بتاعي في مدرسة هنا، يعني هم كلموا في الموضوع ده، جو ووقفوا، وفي دكتور هناك اسمه دكتور جورج تقريبا، هم عملوا حاجة كويسة في مستشفى السنابل. فحقيقة أنا ده كان بيساعدني، أنا تعبان، أنا داير مساعدة يعني من مفوضية، وزايدين عيال ما في مدارس، هم بقروا فوقه، هم قاعدين في بيت، هيهربوا شنو؟ يا اخونا انت حاولت تتكلم مع سي ار اس عشان يساعد عيالك يدرس؟ أنا مشيت CRS وقدمت السنة اللي فات شهر 7، لحد شهر 9 الناس كلهم صرفوا اللي أنا مشيت معاهم. أنا مشيت قلت لهم، أنا مشيت بنفسي طبعا، كان كورونا ما كورونا، أنا رحت هناك وقفت من بعيد ولابس كمامة بتاعي وأنا بسألهم، قلت لهم يا أخوانا أنا انديال زي عيال بتاع ناس تعبانين ده، رغم إنه القروش اللي أنتوا بتقدموه ما كفاية لكن بيعمل حاجة كبيرة يعني بيساعد، يعني جنب بتاعي لما بننزل بيكون زيه زي عيال المدرس المدارس، يشيل بتاعه ويشيل كراسات بتاعه، ايوه وقال لي لا تمشي مفوضية. أنا رحت المفوضية برضه، ومع ظروف الكورونا ده بتعبهم حكاية بتاعت سنة، حتى بعد ذاك مرة جاء دون مواعيد وأنا ذكرت لهم الشكوى على طول، قال لي لا أنت طبعا عشان ما أخذت السنة اللي قبله الجزء الأخير نحن ما أي زول ما أخذ ما بنديه. قلت له أنا كنت جاري مع مدام في مسيفة، أنا أساعد زول داير يموت ولا نجري عشان نقول كلام بتاع مدرسة. هاي تمام. أنا بجي من مسيفة بجي بطبخ ليال وبرجع تاني مسيفة بالنوم، هناك بقعد لحد الصباح برا عشان كان ممنوع إنه زول ينوم. فأنا بسأل المنظمات الحقوقية لو بيقدروا يقفوا مع حد، أنا محتاج مساعدة، أنا محتاج مساعدة، ولو في سفر لأي بلد تاني لأي بلد تاني خلي دون وثيقة السفر، عشان نحن جوازاتنا كله مكنسل، وأنا ما أعمل إقامات يعني كل وقت ما بقصر فوقه، عندي إقامة سارية حتى لحد شهر 10 الجاي ده. طيب يعني اي خطوه مفوضيه بيعمله انا بعمله، انا يعني بسال انت نفسي حاليا الطلب بتاعتك يعني انت عايز يعني فيها توطين في اي بلد يوطنوك في الوعي، في اي بلد، اما في اي انك بلد، تدخل وثيقة سفر عشان تسافر بيها. في اي بلد، ده واحد. وهسه انا موجود محتاج مساعده، اي محتاج مساعده طيب جد، يعني زي ما الناس بياخدوا مساعدات بتاعت اغاثات، انا ليه ما بنزل؟ انا بسال في شنو؟ لو هم ما عايزين لنا هنا فيقولوا كمان، لو انا ما لاجي وما مستوفي في شروط معلش انا جيت غلط، لكن انا شايف انا زيي وزي كل اللاجئين الموجودين. ايوه لا ما اديك المساعده او بتنفذ يعني مسؤولياتهم، هاي يعني بيديك الوثيقه تسافر بتروح تدور في اي مكان، في اي عايزك مكان، في البلد الاخرى صح؟ اي بلد اللي انت عايزه. اي بلد، اي بلد، اوكي هاي تمام. عشان حتى المضايقات الصغار صغار اللي قالنا نلقوا جوا هلا ما قالنا نردوا، لانهم يقولوا انت اشوفها صغار يا كماره يا ايه، تكون ماشي في الشارع واحد يفلقك بحاجه، انا ما برد حاجات تغير تغير ده، لان في إيه مجتمع في الكويس وفي كرم. ايوه طيب لكن كون انا اكون قاعد وما جنائي ما يدرى والمفوضيه اللي هي متكفله بي ما يعمل حاجه، ما في فانا بشوف معايا الموضوع عندك مشاكل، ما فيش حد يوقف معك، ما في اي حد، ده ما مشكلة. طيب في أي شكوى تاني عايز ترفعه؟ لا لا ده هو شكاوي اللي انا قلته. طيب أخونا بيتر، عندك تاني رسالة توصل للمفوضية انا في اقول مصر أو للمفوضيه، في جنيفا؟ انا اقول للمفوضيه في
في مصر هنا أرجو النظر في مشاكل بتاع ناس بصفة عامة، حتى لو ناس كتير صح، لكن في ناس تعبانين برضه. ده بالنسبة لمصر، وبقول لجنيفا إنه مفوضية في مصر هنا، نحن التعبانين في مصر هنا محتاجين بصراحة ناس يقعدوا سنين كتير وما في مستقبل بتاعهم مجهول وما معروف هل هيمشوا ما هيمشوا، نحن قاعدين ولا هم وطنونا هنا، أنا ما أعرف. ما فيش توطين في مصر اصلا، يعني ما فينا الحقوق اللاجئ الاساسي هو الوثيقه السفر، خليه حتى البلد اللي هو وطن اللاجئ بيديه الحقوق بالكامل. ما فيش لاجئ بياخذ جنسيه هنا، ما فيش. انا بعرف ان مصر دوله مضيفه، حتى وطنوك ايه في مصر؟ انا بعرف مصر هي دوله مضيفه، يعني نحن كل يوم نقع في مشاكل، ده يشتغل مع حد ما يدق روشه تمشي لده ياكلوك، يقول لك لا نحن نسوي لك ونحن نسوي لك، تسكت. مشاكل كثير. اوكي. طيب. اوكي تمام. مشاكل كثير. شكرا شكرا كثير يا اخونا بيتر، شكرا للشرفه بتاعتك في راديو مبادره حقوق اللاجئين الافارقه. ونحن بنشكر الراديو اللي عشان بوصل اصوات بتاع ناس تعبانين زينا كده قدام. ربنا يبارككم ويبارك الراديو، وان شاء الله يوم من الايام ان احنا لو وقفنا برجلينا بندي صوت شكر بتاعنا كبير للراديو. شكرا 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 شكرا. الو الو. ايوه معاك. ايوه مين معايا؟ معاك نهى. ها؟ معاك نهى حماد. اوكي ما بنسمع صوت كويس. اوكي تمام. طيب انت لاجئ مدام نهى؟ ايوه انا لاجئ. اوكي انت عايز تقدم شكوى في راديو مبادره؟ ايوه عايز اقدم شكوى. اوكي اهلا في راديو مبادره الحقوق اللاجئين الافارقه. طيب يا مدام نوح، انت لاجئ في مصر كم سنة؟ انا 5 سنة من 2016. انت كم سنة؟ 5 سنين من 2016. من 2016 5 سنة. ايوه. طيب ارفع صوتك شوية كده عشان نسمع كويس. تمام. طيب اي شكوى عايز تقدمها في راديو؟ تفضل. الشكوى بتاعتي اول حاجة شكوى مرضية. دي أول حاجة أقدر أتكلم عنها. أنا إنسانة طبعاً عيانة مريضة، عندي غضروف وأنيميا الدم. أيوة. والمهم مشيت عشان أعمل مقابلة مع كرتاس وأفتح عندهم ملف. مع مين؟ مع أين المنظمة؟ مع ناس كرتاس، مشيت ناس كرتاس. أيوة. عشان أفتح عندهم ملف طبي ووديت لهم الفحوصات، الفحوصات عملتها أنا بطريقتي الخاصة وشلت معايا الصور بتاعت الرنين اللي هي بتاعت الغضروف ومشيت لهم. المهم قاموا ودوني فرد بتاع متابعة، قال لي تجي يوم الاثنين يوم 5. مشيت لهم يوم الاثنين يوم 5 في الشهر وشالوا مني الصور بتاعت الرنين وشالوا مني الفحوصات، وقعدت في الانتظار. جاء الموظف رجع لي الورق بعد نص ساعة، قال لي يا خذي يا مدام الأوراق بتاعتك وامشي تعالجي في أي مستشفى حكومي، لأنه إحنا ما عندنا العلاج بتاعي ده. بعد ما خدت الصورة بتاعت كل الأوراق اللي عديتهم
بعد ما شالها كله ودبس لي الكرت بتاع المتابعه ذاته في الكرت بتاع المفوضيه، كرت المتابعه بتاع العلاج الشهري دبسوا لي في الكرت بتاع المفوضيه، حتى قاعد ما يرجعوا لي اللي امشي تعالجي في اي مستشفى حكومي. قلت لهم السبب ايه؟ قاموا قال لي علاجك ما عندنا هنا. شلت الحاجات وجيت قلت لهم طيب حولوني لاي منظمه، قال لي لا ما في طريقه والله، لأن المفوضية وضع ميزانية معينة لأمراض معينة. قلت له اللي هي الأمراض شنو؟ قال لي زي الضغط والسكري الأمراض المزمنة. زي إيه؟ قال لي بس الأمراض المزمنة. زي إيه؟ الضغط والسكري. زي الضغط وزي السكري. ضغط الدم والسكري. أوكي. أيوة. أوكي تمام. ايوه. فقام قال لي امشي شوفي ناس، امشي تعالجي في اي مستشفى حكومي. قلت له تعالج بقروشي انا؟ قام قال لي والله انا ما عارف اتصرف. جبت الورق ومشيت لناس ثانيين دول. ما رجعت للمفوضيه؟ اتصلت بالمفوضيه ما ردت لي نهائيا، عملت لهم ايميل برضه ما ردوا لي خالص. وانا قبل يوم عامله لهم شكوى برضه، كان عندي مشكله حصلت لي مشكله، عملت لهم ايميل وفيها برضه تقارير واي حاجه. مشكله كانت عرضوا لي ناس وضربتها وحصل لي كسر كان في رجلي وفي يدي برضه. ما بس قال لي استلمنا الكلام ده في 2020، قال لي استلمنا رد اهلي بس جينا لديك من الحمايه. تم استلام الرساله النصيه بتاعتك وهنتصل بك قريب ان شاء الله. لحد تاريخ اللحظه ما اتصلوا عليه ولا اشتغلوا به الشغله، الكلام ده في 2020. ما فيش حد رد عليك لغايه حاليا؟ لا ما اتصلوا بي نهائيا. واتصلت بناس كير وكلمتهم، ناس كير قالوا لي اطلعي من البيت، اطلعي من البيت امشي اقعدي مع اي حد ثاني، ما تقعدي في الحته دي لانه خطر عليك، احنا هنرجع لك. قلت لهم خلاص. رجعت لهم بعد اسبوع لازم موظفه. مدام نوحة الناس كير قال لك اطلع من مكانك تروح اسكن مكان مع حد تاني. قال لي شوفي لك اي حد اقعدي معاه. قلت لهم يا اخوانا انا ما عندي حد عشان انا اقعد معاه هنا. قال لي موظف رد لي قال لي معقوله يا مدام نوحة انت ليكي 4 سنة ولا 5 سنة في مصر وقت عرفتي لك حد عشان تمشي تقعدي معاه بهذا الاسلوب؟ قلت له خلاص خير ما في مشكله. في غادة المجتمع ودوني قعدت في استضافة. وتاني مشيت قعدت مع، كنت قاعدة مع شباب بعرفهم أولادنا كده يعني، يلا شينا إنه أنا أقعد مع رجال عزاب في البيت وكلام بالشكل ده. طلعت منهم ناس العمار عملوا مشاكل، قالوا يا أخي ما ينفع ستي تقعد مع رجال عزابة ما معهم حد، خليهم يا هي ما هي تطلع من الشقة يوم وهم يطلعوا. اتصلت بناس كير كلمتهم برضه. كير قاموا قابلتني واحدة قالت لي نحن مستحيل نقول كلام بالشكل ده. البنت اللي قابلتني اسمها أروى. قلت لها يا أستاذة أنا رد علي واحد وقال لي أطلعي وعملي كذا 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 كذا، أنتوا بتتكلموا. قلت لها حتى في موظفة قال لي الكلام ده. قالت لي ما في كلام بالشكل ده. لما وريتها الاتصالات بتاعتي بالأساس اتصلت شهر كده وشهر كده ويوم كذا، قامت هي طوالي قالت لي خلاص. طيب انت من حاليا كل مره تتصل مفوضيه واحد رفع تليفون لازم يسجل المكالمات عشان ايوه ما ينفعش انت تتكلم كلام ده وبكره هم يقول لك لا نحن ما عارفين الكلام ده. سجل المكالمات. ايوه صح. لما وريت البيت بتاعت كير دي وريتها الايام اللي اتصلت فيها قالت لي فعلا انت اتصلتي، لكن احنا ما حنقدر نقدم لك مساعده معلش. قلت لها طيب ماشي ما في مشكله. اتصلت بناس بيستك، ناس بيستك اتصلت عليهم برضه عشان ليش ابدا ياجروا لي. في النهايه قاموا قالوا لي ملفك اترفض لنا ناس بيستك. ده ناس مين؟ ناس بيستك قال لك؟ اي ناس بيستك. قال لي ايه؟ قالوا لي الملف بتاعك اترفض ما مطابق للمعايير. قلت لهم ازاي يعني ما مطابق للمعايير؟ قال لي انت ما شغاله نحن ما بنقدر ناجر لك. وانا كنت مريضه، انا كنت في حاله مرضيه ولا نزلت لي مساعدات بتاعت كورونا ولا عملوا لي اي حاجه. ما حاليا يعني مفوضيه ايوه مفوضيه كمنظمه انسانيه و
شغال شغل بتاعت اللاجئين حاليا في مصر، ما بينزل لك اي مساعدات في ال نزلوا لي مساعدات في نهاية 2019، ضموا لي ملفي لي ناس الورد في البروجرام، بصرف فيها هي كانت غذائية وكنت شغالة عشان أقدر أجر أدفع إيجار البيت. طيب ورد فود بروجرام بيديك كم في شهر يعني؟ 1200 يعني ده بيكفيك أنت تقدر تأكل بيها وتعجر فيها؟ ما والله أنا مؤجرة بس منها والباقي هو بتصرف عليه وانتهى خلاص، ثاني ما في حاجة. طيب حاليا انت حاليا ظروفك كيف يعني؟ ظروفك كيف؟ والله وضعي صعب صراحة كده، انا انسانة يعني سنجل مام اول حاجة، عزباء ومعايا عيال اطفال وما بقدر اشتغل يعني، عيان وعندي غضروف ما بقدر امشي اشتغل، يعني ال 1200 دي منها علاج ومنها سكن ومنها مصاريف، فدي حالة يعني صعبة شديد وما قاعد تكفي ولا بتعمل لي ولا حاجة. وضعي يعني مزري لأبعد الحدود، وليه تاريخ اللحظة ما حصل يوم المفوضين ادت لي مساعدة كده، حتى الشتوية موقفينها مني، طلبتها مرة واحدة لما جيت 2017 يعني نهائيا ما ادوني، ولو اتصلت عليهم في 2020 سألتهم من الشتوية قال لي انت عندك غذائية ما بتاخد الشتوية، قلت لهم علاقة الشتاء بالغذاء شنو؟ قاموا قال لي ده نازل كده في السيستم والله احنا ما عارفين. والموضوع التحليم بتاعت الأولاد كيف؟ أولادي والله في واحدة عندها تبول لا إرادي وعندها رهاب يعني، انت علي يعني ما يعني دلوقتي على أولادك ما بيدرس ولا كيف؟ أولادي ما قاعدين يمشوا المدرسة حاليا، قاعدين في البيت؟ قاعدين في البيت عشان ما فيش فلوس ولا ايه؟ ما في فلوس ذاته، وبعدين مشاكل كثيرة والأطفال ذاتهم بيخافوا من اللي يعني ما قادرين يندمجوا مع الناس اللي قاعدين هنا ديل، والمجتمع كده ما بيقدر يعني. ليه هم ما يقدروا ينزلوا وكده؟ ما بيلعبوا مع الاطفال، فهمت علي؟ ما قادر افهمهم معلوم، هم اصلا ما بيلعبوا مع الاطفال يعني، فهمت علي؟ يعني اندماجهم مع الاطفال ما يعني بخافوا كده، ما قدرت افهمهم هم معلوم، يعني الا انا اكون نازله معاهم انزل معاهم سوا ونجي رايحين سوا، عشان يلعبوا مع الاطفال كده ما بيحبوا يلعبوا مع الاطفال. ليه هم خافوا على ليه بالضبط؟ بخاف والله، كان بينزلوا بيضربوهم، بيضربوهم الأطفال يعني، لا لازم يعني واحد فيهم يعني واحدة لو نزلت تحت بيضربوها، بتقول لي أنا ما أقدر أطلع، كم مرة بقول لي خلينا نمشي من هنا الحتة دي ما سامحة، خلينا نرجع السودان. مين بيضربهم؟ مين بيضربهم؟ أولاد مين بيضربهم؟ الأطفال، الأطفال لو سودانيين ولا لو مصريين، بتيس عندي بتيس صغيرة دي كان نزالي واحد ولد مصري كده يعني كبير والله ما صغير، لكن اهله قاموا قالوا لي يا اخي الولد ده عنده مشكله، عنده مشكله في ذهنه يعني شويه كده معاق ذهنيا يعني، كبير عمره قاموا 20 سنه لزا والله قربت تموت عليه كده في السلم. فهم يعني انا بقيت وما عندي حد، انا ذاته خليت الشغل قاعده معاهم، هم صغار ما عندي حد عشان يمسكهم لي اصلا. وايد انت كان انت شغال ايه بالظبط؟ أنا كنت شغالة في مقهى، واشتغلت في المصانع مصنع الفراولة، منين فليت الشغل اشتغلت كان في مصنع الفراولة مصنع الشغل. أيوة بيديك مرتب كان كم أنت كان شغالة؟ بيديك مرتب كم اليوم؟ 80 جنيه باليوم، اشتغلت أسبوع وسبت الشغل لأنه البنات كان برام وأنا ساكنة في الدور الخامس، وبيجوا يتكلموا معايا الناس بيقول لي يا اخي الاطفال ديل البنات كانوا طالعين فوق في اسمه شنو في البلكونه والوحده يمكن تقع ولا كده، قمت سبت الشغل. اشتغلت في 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 مقهى وفي كده يعني اشتغلت فيه، وكان بدوني في اليوم 100 جنيه والمهم برضو بكون قاعده فتره ساعات طويله انا بكون برا البيت. طيب ما قدرت ومع المرض ده بقيت ما بقدر اشتغل تاني. اوكي المرض ده ما مشكله لازم تعالج نفسك. اول الغضروف ده ما بقدر اشتغل بصراحه كده، الم في الظهر ما بقدر اقعد كتير ولا بقدر اقيس كتير. طيب يا اختنا نوها، انت حاليا بتطلب ايه من المفوضيه المكتب المفوضيه في مصر؟ انت بتطلب منها ايه؟ والله انا بطلب، انا ما عايزه ولا مساعدات ولا عايزه منهم اي حاجه، بس عايزه اطلع من البلد دي بخير وسلام، عايز اطلع عشان عايز امن مستقبل اولادي، وانا ذاتي محتاجه لعلاج يعني محتاجه لرعايه صحيه بامانه كده، واطفالي محتاجين لتعليم.
طيب انت عايز مكتب مفوضية يوديك في بلد الاخرى، يعني انت عايز توطين صح؟ والله يا اذا توجد التوطين، طبعا بيقول لي انا ما من حقه كنت اطلب التوطين عشان كده. طيب التوطين ده بياخد الفترة، ده معروف، ده بياخد فترة عشان ينزل لك التوطين. ايوه انت حاليا عايز تطلع من مصر، يعني تطلع ازاي بقى؟ والله انا ما عندي طريقة عشان انا اطلع بقى، هي الطريقة الوحيدة اللي بطلع بقى الا التوطين. طيب ما عندي طريقة تانية بطلع طيب بقى. المكتب المفوضية هنا ما بيطلع الوثيقة للاجئين؟ لا، ما في حاجة اسمها وثيقة السفر، ولا في حاجة اسمها أي حاجة تانية، ولا من حقك يعني ذات الطالب بالتوطين. يعني يقولوا ممنوع كلام زي ده، إنه أنت الطالب بالتوطين، ما من حقنا طالب بالتوطين. مين قال لك كده؟ والله قال لي الكلام ده في سانندرو، الموظف مرة قال لي ما من حقك كلنا كنت طالبوا بالتوطين، التوطين ده على حسب المعايير. قلت له طيب انتوا جبلتونا على حسب المعايير، طيب ملفي ده معناه اتقبل على حسب المعايير اللي انا، صح ولا ما صح؟ لا، الموضوع التوطين ده من حق كل لاجئ يطلب التوطين على حسب ظروفه، على حسب ظروفه. ما فيش، ما ينفعش كل اي موظف في المنظمة او اي موظف في المفوضية يقول له مش من حقك تطلب التوطين. انت بتطلب التوطين تمل الاستمارة، بعدهم يدرس هذه الاستمارة التوطين، هم يكشفوا من حقك يدوك توطين ولا لا بالنسبة لظروفك وكل اللي حصل معاك. فهمت الموضوع؟ فهمت الموضوع. لكن أيوة. هم نحن هنا، ما في لنا هنا كلام. طيب هو الكلام، هو الواقع بيقول كده، لكن نحن هنا ما عندنا يعني طريقة زي دي. تقول لك ما موجود. أنا كم مرة بتصل بالمفوضية بشتكي عليهم، بقول لهم كذا كذا كذا. أنا مرة لقيت في الصفحة بتاعت المفوضية اللي هي المعايير المنزلاها المفوضية بتاع جنيف، اللي هي سيدات تحت الخطر. اتصلت عليهم وقلت لهم يا اخي كذا كذا، وريتهم بالمعيار. قاموا يعني بطريقه غير مباشره انه ده مكتوب يعني كده، قاموا قال لي يا اخي اسمعي. الموظفه في النهايه قالت لي اسمعي هنا يا مدام، احنا ما جاتنا طلبيات من السفاره. الكلام ده قاعدين يقولوا لي من 2018 ما جاتنا طلبيات من السفاره، اذا جاتنا طلبات من السفاره هنتصل على. قلت لها طلبيات بتاعت ايه من السفاره؟ بتاعت شنو الطلبيات دي؟ قالت لي المهم لو في اي جديد نحن هنتصل عليك. وقفلت الخط وشي. كم مره بيقولوا لي كده؟ انا موظف بالقهوه بيقول لي ما جاتنا طلبيات من السفاره. انا ما قدرت افهم الكلمه دي معناتها شنو، ما جاتنا طلبيات من السفاره دي. جات السفارات انا ما عرفتها. هو البديل يا اختنا، البديل للموضوع بتاع توطين، البديل ده هو وثيقه السفر. ده وثيقه السفر بدي الهويه بالكامل للاجي، عايز يطلع يطلع، عايز يرجع يرجع، عايز يطلع واحد مره يمشي يمشي. ده البديل بتاع توطين. التوطين دي بياخد الوقت طويل عشان يعني في هم يدرس كل الملف بتاعتك بالكامل، وطلباتك في وثيقة السفر، طلباتك في استمارة التوطين، ويكشفوا كله. وبعد كده يجي من جنيف رد، هم يدوك التوطين ولا لا. لكن الوثيقة السفر ده من حق كل اللاجئ عشان يتحرك بيه. ده الهورية. اللاجئ ما هو ما معبوس في السجن، يعني هو ما عبيد يقعد في سجن، يقعد في البلد 20 30 سنة. الكلام ده ما مظبوط، الكلام ده ضد الإنسان، ما فيش إنسانية فيها. كل اللاجئ من حقه ياخد الوثيقة السفر ويقعد، ومن حقه يطلب التوطين، أما يرفضوه أما يديه. هو كده الشغل بتاع المفوضية المعروف. والله يعني احنا تعبنا خلاص بجد. يعني انا دي بالذات بتكلم عن نفسي، انا تعبت عديل، وصلت مرحله يعني بجد مرحله صعبه عديل. كمان المرحله اسي ما عندي اي ثاني حلل، ولا عندي ثاني طريقه الا انا اقدر اطلع من هنا. ما عندي حلل غير كده، بس باي وسيله انا دار اطلع من هنا. والله العظيم لانه انا خلاص تعبت، انا عيانه، وما في يعني ما في انسان ذاتي بيجيب معاي، ولا حتى هم المنظمات دعماني في علاجي، ولا دعمني في اي حاجه. يعني حتى الطبيب عشان يعني يتابع حالتي ولا يشرف علي، ما مديني حاجه زي دي. فانا اقعد كده ليه يعني؟ ربنا يديك صبر، بس تصبر شويه. نينا شغالين، نينا كمبادره الحقوق اللاجئين الافارقه، نينا شغالين حاليا المل الاستمارة التوطين. بعدين نينا هنخش على وثيقه السفر.
الموضوع وثيقة سفر، لأننا عارفين أن المكتب مفوضية مع الحكومة المصرية مش عايزين يطلعوا وثيقة سفر. طيب نينا بحاول بأي طريق تجيب لك كل اللاجئين الأفارقة، يكون في بديل، يكون في معام وثيقة سفر يقدر يطلع من هنا بس كده. أيوة لأن أيوة والله العظيم ما يقدرش يتحرك، ما يقدرش يعني يحفز المستقبل بتاعهم، يعني ده مشكلة كبيرة. أطفالنا ضاعوا، أطفالنا ضاعوا في البلد المضيف، أطفالنا ضاعوا ومستقبلهم ضاع، والأطفال خشوا في حالة نفسية، ونحن ذاتنا خشينا في حالة نفسية. أطفالنا بيبقوا ما طبيعيين، الطفل بيبقى ما طبيعي، بيتصرف تصرفات يعني بجد تصرفات ما بتاعت يعني في إنسان عنده شوية من الوعي كده، ما في أي حاجة يعني كبت كده وانزلاق كامل في كل حاجة. يعني الواحد ما ماخذ حريته، ما ماخذ راحته، ولا مرتاح نفسيا، يعني بجد ما في أي راحة نفسيا، والواحد عيان وتعبان يعني بين يوم وليلة وضحاها، ما معروف اللي بيحصل شنو. يعني بجد احنا وصلنا مرحلة صعبة شديد، مرحلة ما بتتعالج خالص من المكتب، يعني مكتب المفوضية ما داير ينظر لنا خالص يعني كأمهات، ومن عندنا أطفال، ونحن يعني محتاجين لدعم يعني شديد. طيب يا نور، عندك أي رسالة إلى المكتب المفوضية في مصر هنا أو إلى المكتب المفوضية في جنيفا؟ لا عندك أي رسالة؟ والله أنا بتمنى بس من المكتب، إذا كان من مكتب المفوضية في جنيف وسامعيني، أو في مكتب المفوضية بتاعت مصر، يا إخواننا شوية بتاعت يعني اهتمام، وشوية بتاعت رعاية. نحن محتاجين لرعاية، ومحتاجين لاهتمام، ومحتاجين إنه نأمن لأولادنا مستقبل. فبالرجاء يعني يراعوا للأسر الغلبانة دي، نحن عايزين نطلع لبر الأمان، لأنه خلاص تعبنا بجد، تعبنا والله العظيم تعبنا. دي رسالتي أنا بقولها لهم، وأتمنى إنهم ينقذونا بس سريع. أوكي، شكرا شكرا. طيب أستاذنا نوح، شكرا لاتصال راديو مبادرة الحقوق اللاجئين الأفارقة. تسلم يا أستاذ، الله يخليك، تسلم كثير، شكرا.